ظهرت الأمس مقطع صغير للمتهم المكفل نور زهير، وأثيرت بعض الأسئلة إنه هل يحق لهذا المتهم بأكبر سرقة على وجه التاريخ أن يظهر أمام وسائل الإعلام وهو متهم بهذه الجريمة؟ طبعا لدينا المادة 19 الفقرة 5 من الدستور العراقي أشارت إلى أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويحاكم بمحاكمة قانونية وعادلة. الآن هو المتهم نور زهير وليس مدان، وإنما متهم بحكم القانون، والكفالة حدثت وصدرت من السيد قاضي التحقيق لغرض جلب استدعائه إلى المحكمة متى ما شاءت المحكمة بكفالة ضامنة تقدر بملايين الدولارات، من خلال أنا ما سمعت أنه هنالك مصفى نفط تم هو وضع كفالة. نعم. يأتي نور زهير فإنه يصادر هذا المصنع أو المعمل، فبالتالي القضاء لم يحجم المتهم نور زهير بعدم الظهور أو بعدم السفر، بل سمح له بالسفر وسمح له بالتحرك داخل العراق وخارج العراق ويعمل ما يشاء ما دام لم يقيد بهذا الأمر. طيب دكتور، نور زهير وصف سرقة الأمانات الضريبية بالكذبة. طيب إذا كانت كذبة، أين اختفى 3 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية؟ أكيد هو طبعا عادة كل متهم يدافع عن نفسه ويدافع عن الاتهامات التي وجهت إليه، ولكن القضاء لا يتعامل بهذا الكلام ولا يتعامل بالظنون، بل يتعامل بأوراق ثبوتية، بأدلة ثبوتية، بشهادات كثيرة. مثل ما سمعنا قبل أسبوع السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم أكد على أنه المتهم المكفل نور زهير هو مدان في هذه الدعوة، ويحتاج مسألة وقت وللمثول أمام المحكمة لإصدار القرار بحقه. وإن فلت في هذه الدعوة فإن هنالك دعوة أخرى تدين هذا الشخص.